السلام عليكم متابعي قناة تزاير تاك، ومرحبا بكم في هذه اللعبة الجديدة، والتي هي عبارة عن تكملة لسلسلة تزاير تاك جيمنج، حيث في هذه السلسلة سنقوم بتجربة أفضل الألعاب المتميزة والمتوفرة على الأندرويد، ومنها مجموعة الألعاب التي أنتم طرحتموها علي في أسفل تعليقات الحلقات السابقة. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتجربة لعبة كافر فاير. هذه اللعبة هي تابعة إلى مجال ألعاب الحرب أو ألعاب الأكشن، وهي لعبة متميزة جدا كما هي متواجدة بطور الأونلاين وطور الأوفلاين، حيث في حلقة اليوم إن شاء الله سنقوم بتجربة طور الأوفلاين وهو طور الكومبين أو طور القصة. فعلى سبيل المثال عندما ندخل إلى طور الكومبين سنجد العديد والعديد من المجالات، فعلى سبيل المثال نجد العديد من القصص والعديد من الشابترز. نحن سنختار شابتر على سبيل المثال لكي نقوم بتجربة اللعبة. هذه اللعبة حقا رهيبة ومتميزة، خاصة من ناحية الجودة. ربما أنا لست مشجعا هاتها الألعاب، ألعاب الحرب وألعاب القنص وغيرها، لكن هاتها اللعبة حقا أعجبتني وجعلتني أدخل إلى هذا المجال، أو هي مجال ألعاب الحرب وألعاب القنص. فعلى سبيل المثال عندما نرى راح يقول لك أنك تتمم المهمة، راح يعطيك مجموعة من المهام لكي تقوم بها. فعلى سبيل المثال في هذه الحلقة في هذا المهمة قال لنا أن نقوم بتدمير تلك العربة، وأن نقوم بتحرير جميع السيفيليانز أو المواطنين لكي نفوز بهذه قال لك أنك تقتل 7 أشخاص، راح تحرر جميع السيفيليانز. فيجب عليك صديقي أن تتمم المهمة على أكمل وجه لكي تفوز بالمرحلة وتنتهي بها على لكي تحصل على العلامة الكاملة. أيضا اللعبة حقا متميزة ورهيبة، أنا خاصة أعجبتني الجودة ونظام التحكم فيها. فعلى سبيل المثال ليس متعب كباقي الألعاب وغيرها، تلك الألعاب التي يعني يسمح لك أنت بالتركيز على اللعب وبالتركيز أيضا بتحريك اللاعب. هذه اللعبة تقوم بتحريك الشخصية بنفسها، يعني تحريك أوتوماتيكي. عندما تقوم بإتمام جميع المهام راح تحصل على 4 نقاط أو الريوردز، تحصل على 4 ريوردز، أيضا تحصل على 4 جوائز لكي تفوز بهم، وتفتح العديد من الإكسبيرينس أو الخبرات لكي تفوز بالعديد من المال. عندما تضغط على كونتينيو راح يوجهك إلى المهمة التالية، ونفس المهمة تقوم بها، يعني أنك تقوم بتحقيق هذه كما قلت لنا أنا قمت بتحقيقهم جميعا. اللعبة يعني بكلمة واحدة متميزة ورهيبة. أتمنى أن تعجبكم لعبة اليوم، شاركني رأيك أسفل التعليقات، هل أعجبتك أم لا، وكيف كانت تجربتك لها. كما يمكنك أيضا أن تشاركني بمجموعة ألعاب أنتم تريدونها أن تكون في الحلقة القادمة من سلسلة تزير تاك جيمينج. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو، وتكون لعبة اليوم أعجبتكم. رغبة تحميلها ستجدونها أسفل شرح هذا الفيديو لكي تقومون بتجربتها على أجهزتكم الأندرويد. يا ترى ما هي اللعبة القادمة في سلسلة تزير تاك جيمينج؟